متعودين عليه اذا بنغير لون سيارتنا نوديها الجراج، يفكون البادي، يحفون البادي، يصبغون البادي، يرجعون يركبونه على السياره ويدخلون الفرن، وبعدين يعطونا بولش ويشوفون اذا ضابط ولا لا. يعني ياخذ من اسبوعين الى شهر. اما الحين في نظام جديد لتغيير لون السياره من غير صبغ، يعني من دون دشه الجراج وفك البادي والصبغ ولا هذه كلها، لا، ومدتها من 3 إلى 4 أيام، تخلص بسرعه. حطت الستيكر سهله وشالت الستيكر اسهل. بدت الفكرة من ألمانيا، استخدموها على سيارات الإسعاف والمطافي والدوريات بالإضافة إلى سيارات السباق. بعد ما يخلصون من استخدام السيارات شالوا الاستيكر عنهم عشان تحافظ على قيمتها. طريقة تركيب الستيكر على السيارة كالتالي: ياخذون الماي يرشونه على السيارة على اساس انه لما يركبون الستيكر عليه لما يلزق ممكن انه يطلع ويتعدل. من بعد ما يحطون الستيكر على السيارة يروحون يحطون البخار اللي هو الستيم على الستيكر على اساس انه يتشكل على شكل بدي. عشان تغير لون السيارة محتاج من 4 إلى 7 أيام إنك تركب الستيكر على البادي، وهذا بسبب صعوبة ودقة تركيبه على السيارة. وتبدأ تكلفة الشغل هذا كله من 650 دينار إلى 900 دينار. وبشذي ما في أي أحد راح يمل من سيارته، كل ما طق بمزاجكم وروحتوا تبون تغيرون سيارتكم غيروا لونها.